بخن بخن انا هنا لا شيء. ودول اللي هناك دول كمان دول انهم يقامرون. ساتي لك لا شيء بالنبيذ المعتق. هنا لا شيء. هنا لا شيء. خذ هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتقامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياته ولدك، يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين، احنا دلوقتي من قبيله قريش، يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. ده احنا فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة ابوك، طب انا اروح من هنا سوق الجوار ازاي؟ انه بعيد وتحتاج الى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل، حماري اللي هو بالخارج؟ وعملت تتصيد وتقول لي سيدة قريش، انا سيدة قريش، في الاخر عندك حتة الحمار موجود برا وسادة ومش سادة. طب ادوكوا ايه؟ لما تيجوا نلعب لعبة كده أعلمها لكم. تفضل. أيوة، امسك هذا السيف وهذيك نقودي. هذيك نقودي دي، ها؟ اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك. مولك، خلاص؟ والناحية التانية اسمها ايه؟ كتابة. 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 يبقى دي ايه مولك؟ ها؟ مولك. دي ايه؟ مولك. مولك. ودي؟ كتابة. 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 وانا هبقى حاطين فوق واغنيها وانت تعرف تقول لي اذا كانت ملك ولا كتابة. اتفقنا؟ اهو. هوبا. انت تقول ايه؟ ملك. اذا انا كتابة. انت تكسب وانت تخسر عشان انت قلت ملك وهو خد كتابة. انا اريد ان اكسب انا ايضا. عايز تكسب؟ طيب انا هحط الدرارير كلها رهان، نلعب على رهان بقى. خلاص؟ وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص؟ موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. موافق. خلاص ماشي. يلا يا عم، انت هتختار ايه؟ مولك. مولك، خلاص؟ وانا هختار الكتابة. خلاص؟ مولك وكتابة. وهو حتى الحمار بتاعه بره عشان خاطر هو هيتراهن مقامرة. وانا اروح حاطط الفلوس كلها، هو يكسب او انا اكسب. ماشي؟ هو قال مالك. ماشي؟ اهو. ده الثعبان الطائر ده انت كنت ميزه؟ ملك؟ يا ويحي يا ويحي. انها كتابه كتابه. لقد كسبت الحمار. هيا 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 اركب عليه الحمار. مسد ماذا تفعل يا رجل؟ إنه ليس حماري، حماري بالخارج. يا راجل، يا ده مش الحمار وقاعد معنا؟ وأنا عمال برضك أقول في حمار بيتكلم، مش واخد بالي. هاتني سيفي؟ هات السيف أيوه الحمار. هيا هيا. أيوه. اتبعني. أنا هو؟ هذا هو حماري. أيوه. فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا إيه؟ تفضل تصحبك السلام. تصحبك اللعنة. هيا 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 يا الحمار الكافر. من هنا من هنا كده 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 يا عم الحمار كده. قلنا يمين يمين تاني. يلا لقد وصلنا الى ملمى البصل. ها هيا يلا. ها شمال بقى شمال بقى شمال من هنا كده شمال من هنا. انت حمار خش يا شمال كده على طول. يلا ايوه. السلام عليكم يا كوم. مع السلام عليكم. ايه السلام عليكم. اليكم طرة مزاد اليوم جارية بطة بطة تنعدر من سلالة عريقة. من سيفتح المزاد؟ 100 دينار. 100 دينار.
120 دينار 120 دينار 135 دينار 135 دينار 15 دينار 15 دينار أنا أقول 135 دينار وأنت تقول 15 دينار أنت بتتكلم على ماذا تتحدثون؟ لماذا تبيعون؟ على هذه الجارية الجميلة. أيوة. إذن 500 دينار. 500 دينار؟ حقا يا سيدي 500 دينار. و15. أيوة دي ست بان عليها بان عليها بنت ناس و ومجاهات فيه. بان عليها بنت ناس ومش رشة ولا أي حاجة. إنها ترقص وتمرح وتطبل وتؤدي لك كل شيء. حمدا للآلهة، أنا لا أصدق عيناي. 500 دينار في ابنة أخي. أصدق إنك راجل واطي قوي. لحد أنت دي بنت أخوك دي؟ أجل بنت أخي. أجل ومش مكسوف؟ من أي عائلة واطية حضر أنت؟ إنني هريسة من بني مهروس. هريسة يخرب بيتك، ده أنت عرفنا في وسط الكفار. هل سيزيد أحدكم على 500 دينار؟ أنا بونا. إذن حلال لك. لا خلاص، خلاص ما تعيطيش بقى، خلاص أنا مش أنا بصي أنا هشتريكي وهسيبك تفرحي، خلاص ماشي؟ أنت اسمك إيه؟ هند. اسمك إيه؟ هند. طب بصي يا هنودة، أنا روحي ذهبي فأنت فرحانة، فأنت إيه؟ عطلانة. فأنت إيه؟ حرة، أنت حرة. شكراً لك، لقد أنقذت حياتي. أمال إيه؟ أنا مدينة لك بحياتي يا سيد. يا ذنبي. يا سيد لمبي. ايوه. من اي قبيلة انت يا سيد لمبي؟ أيوة. لأحرر لك الصخ. صخ؟ ايه صخ دي؟ الصخ. هذا الرجل من بني الحارس، وهذا الرجل من بني النعمان، وهذا الرجل من بني المنذر، وانت من بني سويف. اتقصد انك لست من اي عشيرة؟ إذا أنت لست من السادة. يا عم سادة إيه وبحليب إيه؟ مش ناقصة وجع دماغ بقى. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وخذوه مع العبيد. أوعى يا عم الحاج، أوعى أوعى، ده أنا أخذلكوا الهبل بتاعكوا ده. ده أنا الليمبي ملوش كذا خيار يا عم الحاج. طب لا إله إلا الله، الله أكبر يا كفار عليك. أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر. إيه الحال؟ أبويا ممتلكاته وحماره وسيفه وبيعوهم على العبيد. عبيد ايه يا عم انت؟ لا اوعى اوعى، ده انا اللب ايه؟ انا من مصر ومن ضد يا عم الحاج. يعني السيده زينب ولا انا؟ كفار على نفسكم ياما. انا من السيده زينب يعني انا على مصر الحبيبه. لا اله الا الله، يا محمد رسول الله. صهن صهن ايها العبد. يا عم صهن ايه؟ والمصحف الشريف يخش غزلكم الهبل بتاعكم ده. إذن أنت من أتباع الدين الجديد الذي لا هو بالشعر ولا بالسحر ولكنه كلام جميل. ويحك ويحك أيها العبد الذي يدعو إلى الدين الجديد. إيه ده أبو لهب ده ولا إيه؟ أبو لهب؟ أيوة أبو لهب. أوعى يا عم، عرفتك يا عم الكفار، ويجب عليك أن تذم نفسك قبل أن أعملها معاك. ماذا تقول؟ بلا ماذا اقول، بلا ماذا بقول. الله، ايه يا عم الحاج انت ايه؟ هو سكتنا له دخل بحمار ولا ايه؟ مفيش بني ادم بيحبك ومكروه على وجه البسيطه كلها. ايوه، مالكش ارضيه عند البني ادمين، لا في الشيك ولا في الشعبي. لهجتك غريبه جدا. اذا ساشتري العبد والجاريه وهذا الرجل ايضا ب1500 دينار. إنني لا أعرفه، ولقد كنت أبيع ابنة أخي. يا جدي أنا أعرفه يا عم أنت، أبو لهب أنا عارفه. إيه يا عمو؟ ده إحنا قرايب يا عم. ده هريسة، ده مضيع النسوان بتاعت العيلة كلها. حلال عليك، سأحر لك الصك في الحال.
خذ هذا. أيوة. وشمعنا هذا؟ لماذا هذا؟ لا تسألوا عن أصله وفصله من فين؟ صاحب يا عبد السوق، لا تتطاور على أسيادك، إنه سيد قبيلة بني زرزور. قلت لك. قلت لك ايه يعني؟ جاي مختارنا لك يعني ولا ايه؟ صهن يا عبد السوق. يعني ولا صهن بلا ايه بقى؟ تبلوهم. ايه تبلوهم دي؟ يعني ايه تبلوهم؟ انا ما تبلش انا عشان اتشوي يا عم الحاج. اوعى اوعى يا عم انت. لا يا عم الحاج، مش اللمب اللي يتحط على الجيرين. ايه اوعى يا عم الحاج، اللمب ما يتسويش ابدا. ايه دي العين ابويا؟ وده ايه ده؟ حتى لا ياخذونك ويعذبونك. وده ايه سيرك ده ولا ايه؟ ده سيرك. انهم عبيدهم وهم احرار فيما يفعلون به. ايوه ده هيبنوا على الراجل ده بيت ولا ايه الحجر ده؟ صحن يا بيه. اصحن ازاي بس؟ انا مش فاهم التصوير ده يعني لحد امتى؟ يا ساعة كم دلوقتي يا سيد زيتون؟ ماذا تقول؟ لماذا تقول؟ عايز اجيب سجاير. انا اجيب سجاير منين دلوقتي انا؟ اصبط يا العبد، انك تثرثر في لغو فارغ. سمعا وطبعا يا مملوك.